دائما المواجهات الجيش الوداد دائما كتكون مواجهات اللي هي صعبه قويه تكتيكيه. طبعا حنا الوداد دخل المقابله بحثنا على 3 ديال النقاط، لانه خاصنا نساو يعني ما وقع الاسبوع الماضي، ولو انه باقي بعض التاثيرات الايجابيه ديال الفرحه ديال مقابله الاهلي. انا اليوم يمكن اليوم كنت مرتاح اكثر بعد المقابله، اكثر من المقابله ديال سريع واتزم. اليوم على الاقل يعني ولو انه ما استفدناش ضيعنا جوج ديال النقاط، ولكن على الاقل الفريق رجعت له هذاك الروح ديالو، رجعت له هذيك الاراده والرغبه ديالو في البحث على 3 ديال النقاط وعلى الفوز. الشوط الاول كان بالنسبه لنا صعب، ارتكبنا بعض الاخطاء، استغلت يعني من طرف فريق الجيش اللي هو صراحه الفريق اللي هو جيد منظم، يمتلك مجموعه من اللاعبين، التكتيك ديالو يلتزم تكتيكيا مع سي سعيد العمري الذي يعتبر من احسن المدربين يعني المغاربه، وحنا كنتعلموا من سي عزيز العمري لانه الاخ ديالنا الكبير مارس الكره والالقاب ديالته، سواء مع خاصه يعني الالقاب ديال البطوله مع المغرب التطواني، يعني كتخليه دائما يعني من المدربين يعني المحترمين جدا. فريق الجيش كان فريق قوي، يعني كان ممكن انه يضغطنا ويسجل، الحمد لله انه رجعنا بسرعه في كثير من الكرات. الشوط الثاني تنظن انا بالنسبه للوداد كان افضل بالنسبه لنا، انا اظن باستثناء يمكن واحد التخوف كره واحده للجيش، يمكن خلقنا يمكن 3 أو 4 الفرص حقيقيه، مع الاسف ما وصلناش للمرمى ديال الفريق الخصم، لان الفريق الخصم كان منظم واللاعبين ديالو قاموا بمقابله جيده. اهم حاجه في هذه المقابله يمكن اللي ناخذ انا بالنسبه ليا كاستنتاج هو الروح اللي جعلت الفريق والمجهود اللي قاموا به اللاعبين. النتيجه تنظن انها منصفه، ولو انه احنا كنا يعني يمكن اقرب الشوط الثاني اننا نسجلوا، ولكن كتبقى امام الجيش ليس بالسهل يعني هزيمه فريق الجيش لانه فريق جيد.